الراديو 90 90 هواها مصر. كان يا مكان يا مكان حينما بلغ عمره 43 عاما سقط السيد أنتوني بيرجس على الأرض أثناء تدريسه للطلبة. فاعتقد هو أن هذا مجرد إرهاق طبيعي بسبب المجهود الذي يبذله في مهنة التدريس. لكن بعد أن تم توقيع الكشف الطبي عليه أخبره الطبيب أنه مصاب بورم خبيث وسيموت بعد عام واحد فقط. قدم استقالته من مهنة التدريس وقرر أن يعيش ما تبقى من عمره في ممارسة الهوايات التي يحبها، لكنه أهمل الهواية التي كانت عبارة عن الكتابة الأدبية. وبالفعل حينما انتهت مهلة العام كان أنتوني قد انتهى من تأليف 5 قصص ونصف. كان قد أهمل الهواية في فترة صحته، لكن في مهلة العام كتب 5 قصص ونصف ولم يمت. ما حدث؟ تضاءل الورم حتى اختفى، وتحول الأطباء للظن بأن التشخيص كان من البداية خاطئا. توفي أنتوني عن عمر 76 عاما. ألف فيهم أكثر من 70 قصة ورواية، تحول الكثير منها لأفلام سينمائية شهيرة، ونشر ما لا يحصى من المقالات الصحفية. ولكن لم ينسى أنتوني حبه للموسيقى، فقام بتأليف قطع موسيقية سيمفونية رائعة وأوبرالية. هل أنت في حاجة إلى تشخيص خاطئ لحالتك ولعمرك ولصحتك ولنفسيتك كي توقظ موهبتك؟ إن الموهبة قد تكون مصدر رزق، فاهتم بها اليوم لأنها ربما تكون مصدر لرزقك غدا. من فضلك لا تهمل موهبتك، وإذا لم تعرفها فابحث عنها. كان يا مكان كان هناك ملك أعرج، وكان لا يرى أيضا إلا بعين واحدة، أعرج وأعور. وفي أحد الأيام دعا هذا الملك عددا من الفنانين ليرسموا له صورته الشخصية بشرط ألا تظهر عيوبه. فرفض كل الفنانين رسم هذه الصورة، كيف سيرسمون الملك بعينين وهو لا يملك سوى عين واحدة؟ وكيف يصورونه بقدمين وهو أعرج له قدم واحدة؟ وسط كل هذا الرفض الجماعي تقدم أحد الفنانين وقبل أن يرسم الصورة، وكانت جميلة وفي غاية الروعة. فقد تصور هذا الفنان أن الملك ممسك ببندقية الصيد، بالطبع كان سيغمض إحدى عينيه ليركز بالأخرى، وكان يحني قدمه العرجاء تحت منه كأنه يركز ويقف في وضع الصياد. وبهذه الطريقة رسم الرسام صورة الملك بلا عيوب وبلا كذب. صديقي، حاول أن ترسم دوما صورا جيدة عن الآخرين مهما كانت العيوب واضحة، وحينما ننقل هذه الصور للناس نستر على الأخطاء، فلا يوجد شخص خال من العيوب. فلنأخذ الجانب الإيجابي داخل أنفسنا وأنفس الآخرين ولنترك السلبي. وإذا سمعتهم يوما ما يقولون إنه معاق، فقل لهم واسألهم: ومن كامل سوى رب العباد؟ كان يا مكان دعت المعلمة والدة أحد التلاميذ للمدرسة لمناقشة وضع ابنها، فقالت: أريدك أن تفهمي بأن ابنك يحتاج لحبوب مهدئة، إنه دواء لمن يعانون صعوبة التركيز وفرط الحركة. إن ابنك مزعج خلال الدرس ويشوش على زملائه كثيرا وهو لا يتعلم. وافقت الأم على اقتراح المعلمة، لكن التلميذ قال: أخجل من تناول الدواء أمام أعين أصدقائي في الصف. فاقترحت المعلمة أن يتوجه الطالب لغرفة المعلمين ليتناول الحبة ويحضر لها القهوة ويعود للفصل. وافق التلميذ وجرت الأمور كما هو متفق عليه لمدة شهر من الزمان.
نعت المعلمة الأم مرة أخرى ومدحت كثيرا في تصرفات الابن، وذكرت مدى تحسن سلوكه وهدوءه وتعلمه. كانت الأم مسرورة لسماع كلام المعلمة، توجهت إلى ابنها مبتسمة وقالت: من الجميل أنك تتعلم الآن أفضل من ذي قبل، حدثني عن التغير الذي مررت به والنجاح الذي قمت به. فقال الطفل: الأم الأمر يا أمي بغاية البساطة، قد كنت أتوجه لغرفة المعلمين، أحضر القهوة للمعلمة، وأضع الحبة المهدئة في قهوة المعلمة، هكذا أصبحت المعلمة أكثر هدوءا واستطاعت أن تعلمنا كما يجب. صديقي، لا تلقي باللوم على الآخرين دوما، أحيانا نحن من نحتاج إلى التغيير وليس من حولنا. كان يا مكان كان 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 هناك رجل جالس يتناول الغداء في أحد المطاعم. ما إن وضع طبق الطعام الشهي أمامه، لاحظ أن هناك ولد وبنت صغار من الفقراء يقفوا وينظرون إلى طبقه من خارج المطعم عبر الزجاج. فنادى الولد والبنت وأمرهم بالدخول إلى المطعم. دخل وجلس بجواره، فطلب منهما أن يختار ما يحبان أن يأكلا، فأشار الولد إلى الطبق الذي أمام الرجل، فقام الرجل بطلب طبقين للولد وللبنت، وظل جالسا يشاهد فرحة كليهما بتناول الطعام. بعد أن أنهى الطفلان تناول الطعام، قام بغسل يديهما وخرجا. وبعدما أنهى الرجل تناول الطعام، طلب الفاتورة، فتفاجأ بأن الفاتورة قيمتها صفر، ومكتوب فيها من صاحب المطعم: إننا لا نملك آلة حسابية نستطيع حساب ثمن الإنسانية من خلالها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. لا تنظر للفقراء، ولا تنظر للمساكين وللمتسولين ولضعاف الحال ولضعاف المادة بأنهم أقل منك. وختاما، أنت لا تعرف متى يأتي النجاح وفي أي سن وبأي طريقة. مؤسس كنتاكي كولونيل ساندرز بدأ رحلة الثراء وهو في عمر 65 سنة بعد تقاعده. النجار البسيط الذي بدأ بسيطا وأصبح صاحب سلسلة فنادق كونكورد العالمية بدأ رحلة الثراء بعد 45 عاما. أحمد بهجة الملياردير المصري الشهير كان يعمل عملا إضافيا بجانب دراسته حتى يستطيع الإنفاق على نفسه، وبدأ أول مشروع حقيقي له وهو في عمر 37. جو جيرارد أخذ لقب أحسن بائع في العالم بعد أن بلغ 50 من عمره، وبدأ رحلة المبيعات من الصفر بعد أن تعدى عمره 35 عاما. جي كي رولينج بدأ رحلة تأليف سلسلة هاري بوتر في سن 30، تأليف هاري بوتر وهي في عمر 30، وعانت لمدة عامين في البحث عن ناشر يقبل أن يأخذ الجزء الأول منها، وهي تقريبا الآن هي المليارديرة الوحيدة في العالم التي حققت الثروة من الكتابة. جورج ريمي مبتكر شخصية تانتان العالمية أكد له مدرسه أنه ليس لديه أي موهبة، ومن الأفضل أن يعتزل الفن ويعتزل أي بحث عن المواهب وأن يختار لنفسه مجالا آخر. ورغم ذلك بدأ في وضع البنية أو اللبنة الأولى والطوبة الأولى من شخصية تانتان الشهيرة في عمر 22 سنة. والت ديزني مبتكر عالم ديزني الشهير كان يعتبر فنان متوسط الموهبة، تعرض للإفلاس 3 مرات وحاول الانتحار كثير من المرات قبل أن يبدأ رحلة الصعود الفعلية في عمر 36 بعد أن اخترع شخصية ميكي ماوس وباقي الرفاق. صديقي، أنت لا تعرف متى يأتي النجاح وفي أي سن وبأي طريقة. إذا كنت تظن أن المتعة في النجاح ذاته، فدعني أخبرك أن المتعة في الطريق أقوى وأشد تأثيرا. لا أقول أن النجاح سيأتي متأخرا، ولكن لا تقل أبدا لقد هرمنا، لقد مللنا، لقد يأسنا. شكرا لحسن المتابعة، ونلتقي غدا
كلام معلمين، طمطم وطابط أوقاتكم. سلام.